رايحة دلوقتي؟ أيوة. طيب ممكن تشتري لي شوية حاجات عاوزها عشان أخلص بيها الاختراع الجديد؟ اختراع جديد؟ دي بجد حاجة هايلة. أكيد طبعا، اكتب لي كل اللي انت عايزه وأنا هروح أجيبه. الله، بشرتي بقت تحفة، وأكيد هتبقى أحلى ومنورة أكتر بعد ما أحط عليها شوية أعشاب طبيعية. ها، ويا سلام بقى لو غيرت لون شعري. بس أنتي ما عندكيش شعر أصلاً يا بوسي، إحنا من الأسماك وعندنا زعانف بس. على كلامك يبقى هغير لون زعنفتي، هحتاجي إن أطلب من فرح إنها تجيبلي معاها صبغة باللون اللي هختاره. يا بوسي أنتي حلوة كده زي ما أنتي، ومش محتاجة تغيري أي حاجة. أنا فعلاً حلوة زي ما بتقولي يا عنبة؟ أكيد طبعاً يا صاحبتي. شكراً. تسمحيلي يا بوسي لو أجرب أشوف نفسي في المراية الحلوة بتاعتك؟ طبعاً، أنتي أقرب صاحبة ليا، وده معناه إن أكيد حاجتي هي حاجتك ومفيش أي فرق بيننا. إيه الوش الإيه بس؟ الوحش ده؟ وحش؟ لا طبعا، انت بالنسبه لي اجمل سمكه في المحميه. بجد؟ ايوه. انا بجد مبسوطه قوي، ارجوكي قولي لي تاني من الكلام الحلو ده. انت بشوف انك يا عنب احلى واجمل والطف سمكه في المحميه. انت ملكه جمال السمك اللي في المحميه كله يا صاحبتي. أنا أسفة جدا يا بوسي، ده كان غصب عني. إيه اللي عملته ده؟ أنا كسرت لها مرايتها. أنا صاحبة مش كويسة، مش كويسة أبدا. حكيم، مالك؟ في ايه يا عنب؟ انا زعلانه جدا. ليه كده؟ عشان كسرت مراية بوسي
وانت عارف كويس قوي هي بتحب المراية دي ازاي. طب اعتذري لها. انا فعلا اعتذرت لها، لكن انا لسه حاسه انها زعلانه مني. وهو انت كنت قصده تكسريها؟ لا طبعا، بوسي دي اقرب صاحبه ليا. وعلشان هي اقرب صاحبه ليكي اكيد مش هتزعل منك علشان انت كسرت المراية بتاعتها من غير ما تقصدي. بس هي مشيت وكانت زعلانة مني وانا مش عارفة اعمل ايه. انا شايف ان احسن حاجة تعمليها انك تجيبي لها مراية تانية بدل اللي كسرتيها غصب عنك. معك حق، هروح بسرعة ادور على واحدة تانية. بس اوعي تخرجي بره حدود المحمية. حاضر يا حكيم. صباح الخير يا نجمة. صباح الخير يا عنبة. ما تعرفيش مكان قريب يا نجمة أقدر ألاقي فيه مراية؟ مراية؟ دي حاجة امبوسيبل خالص يا عنبة. عارفة والله إنه صعب، بس أنا لازم أجيب مراية البوسي بسرعة بدل من اللي أنا كسرتها لها. أنا متعاطفة معاكي جدا يا عنبة، بس مش عارفة إزاي أقدر أساعدك. ولا يهمك، أنا هحاول أسأل حد تاني. شكرا يا نجمة. العفو يا عنبة. وهو ده اللي حصل. آسف ليك يا بوسي على اللي حصل، ما أقدر إنك زعلانة. زعلت في الأول وبعدها الموضوع خلص بسرعة. دي كانت بالنسبة لي مراية قديمة، وكنت ناوية أن أطلب من فرح إنها تجيب لي واحدة جديدة من فترة. يعني أنتي مش زعلانة من عنبة؟ أكيد طبعاً لأ، عنبة تعتبر أقرب صاحبة ليا، ومستحيل أزعل منها لو عملت إيه أو مهما حصل. ايه ده بوسي اهيه؟ انا لازم اروح لها حالا واعتذر لها تاني، وكمان هوعدها اني هجيب لها مراية احلى من القديمة. قلتلك كذا مرة قبل كده اني مش عايزة اشوفها تاني، انا فعلا زهقت منها وجي الوقت اني اغيرها. انا؟ معقول مش عايزة تشوفي صاحبتك تاني يا بوسي؟ وكمان زهقتي مني وعايزة تغيريني؟ من النهاردة انا مش عايزاها تاني في حياتي، واكيد هعرف الاقي بديل احسن منها. بديل أحسن مني أنا؟ كنت فاكرة دايماً إن أنا أحسن صاحبة البوسي في المحمية. أنا مش هفضل يوم تاني في المكان ده. أنا لازم أمشي حالاً، ومش هخليكي تشوفيني تاني أبداً يا بوسي. بس أكيد عنبة حاسة بالندم على اللي حصل. معاك حق، أنا لازم أروح لها وأقول لها إن صداقتنا بالنسبة لي أغلى من أي مراية أو أي حاجة عشان ما تحسش بالندم. بوسي أنت أحسن صاحبة. شكراً ليك يا رهوان. عنبة، عنبة، أنت رايحة على فين؟ أنا همشي من المحمية. تمشي؟ أنت بتقولي إيه؟ من النهاردة ما بقاش عندي أي أصحاب في المحمية. إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ إحنا كلنا هنا بنحبك وكمان كلنا أصحابك، وبالذات بوسي. مش أنتوا أصحاب وهي أقرب واحدة ليكي؟ أقرب واحدة ليا خلاص بقت مش عايزاني، وبتقول عني كمان إنها هتغيرني ومش عايزة تشوفني تاني أبداً. مش معقول، مين اللي قال كده؟ أنا سمعتها بوداني. لا أكيد الموضوع فيه سوء تفاهم، مستحيل إن بوسي تقول الكلام ده عنك أنت يا عنبة. أنا بقولك أهو إن أنا سمعتها بوداني وهي بتقول لرهوان الكلام ده. خلاص استني وأنا هروح أسألها عن كل اللي قالته. الموضوع خلص بالنسبة لي يا سريع، وأنا قررت إني لازم أمشي، وبسبب اللي حصل مش عايز أجي المحمية ولا أشوفها. عنبة يا عنبة استني يا عنبة، انت كده بتعرضي نفسك للخطر. عنبة حكيم، انت ما شفتش عنبة؟ عنبة زعلانة ومتأثرة جدا علشان كسرت مرايتك يا بوسي.
وفاكرة إنك متضايقة منها. ما أنا بدور عليها عشان أقول لها وأفهمها إني مش زعلانة منها. بس هي راحت تدور لك في المحمية على مراية جديدة علشان تديها لك بدل اللي كسرتها بالغلط. أنت تعرف مشيت من أنهي ناحية؟ مشيت من الناحية دي. شكراً يا حكيم، أتمنى إنك تقضي يوم جميل. يا حكيم يا بوسي، لازم نتحرك وننقذ عنبة قبل فوات الأوان. عنبة؟ مالها؟ إيه اللي جرالها؟ خرجت من شباك المحمية ومش عايزة ترجع تاني ومصرة. ها؟ وإزاي عرفت يا سريع؟ وهي ليه عملت كده؟ عشان سمعت بوسي وهي بتقول عليها إنها مش عايزة تشوفها تاني في حياتها. بس أنا ما قلتش كده. قالت إنها سمعتك وانت بتقولي الكلام ده عنها مع رهوان. رهوان؟ دلوقتي بس فهمت. أنا كنت بتكلم ساعتها مع رهوان عن المراية القديمة اللي اتكسرت، وقلت له يا رهوان أنا خلاص مش عايزة أشوفها تاني. يبقى أكيد عنبة افتكرت إن الكلام عليها، علشان كده حست بالزعل وقررت إنها تمشي. يبقى لازم نتحرك بسرعة ونلحقها قبل ما يحصل لها أي حاجة. مفيش حد فيكم هيخرج من المحمية، وأنا هطلب المساعدة. أنا جيت من السوق أهو. جبتي لي الحاجات اللي طلبتها منك يا فرح؟ أيوة يا حموزة، كل اللي أنت محتاجه لاختراعك الجديد. شكراً يا فروحة، أنتي أحلى أخت في الدنيا كلها. أظن أنك هتسيب اختراعك الجديد ده شوية في حالة طوارئ؟ أيوة. يبقى يلا بينا.